طبعا زي العادة وعدتكم بإني أشرح لكم الناتبات، ولكن للأسف دايما لا جيت أسويها أكون مشغول وما يمديني أصور. لكن اليوم إن شاء الله راح نشرحها مع بعض ونشوف إيش الطريقة بالتفصيل. في نفس الوقت الأشياء اللي محتاجينها إحنا هو أهم شيء البراد، هذا ممكن نستخدم أي براد عادي، يفضل يكون بلاستيك أو فخار زي كده، حتى لو معدن أنا جربتها عادي. هذه الأشياء تيجي، هذا عبارة عن ملح، نقدر نستخدم أي ملح بيور، يكون ملح طبيعي 100% ما في أي شوائب. وهذه تيجي داعمة اللي هو مية الغسيل أو إن قامت البكتيريا، تيجي معاه في حالة إنكم اشتريتوها زي كده، يعني باكيج كامل. أو في حالة إنك تستخدمها تقدر براد عادي تستخدم مع ملح نقي يأدي الغرض. وبكل بساطة نجيب هذا الفخار، نجيب موية تكون نقية مفلترة نظيفة ونحطها في الفخار بحيث انها تكون دافية، يعني ما هي حارة ولا هي باردة عشان راح تخش في الخشب. ونحط ملعقة شاي صغيرة من الملح ونحط 5 6 نقاط من هذا المحلول في وسط الموية ونقلبها. بعد كده بعد ما خلطناها الملح والمويه والمادة إذا كانت موجودة عندنا، نجيب عندنا مناديل لأن راح نحتاج المناديل. وبعد كده نميل راسنا نتنفس مع الفم، نحطها بطرف الخشم، نحاول نسد الخشم بيها ونميل راسنا. بدأت تخرج المويه، كل ما طولت المويه بعدها في عندها مشكلة. بالطريقة هذه تتنفس مع الفم طبعا. بعد كده نبدل الخشم الثاني، كده بنجرب الخشم الثاني نفس الفكرة، نفس مع الفم، ميل الراس شوية. لا تستعجل، نتركها تخرج براحتها. انا ادري انه في ناس ينظرون للموضوع انه مقرف او شيء زي كذا، بس عاد هو يعتبر افضل من العلاج بكثير. من اللي يستفيد من هذا الشيء؟ يستفيد اي احد، مثلا ينظف جيوبه الانفيه، اللي عنده مشكله احتقان، المدخنين، تعرفون هذه الاوقات يعني الفيروسات ماليه الدنيا ومشاكل الانفلونزا، كلها تفيد هذه في الحالات هذه. فجدا رائعه، تقدر تسويها مرتين في اليوم، مره في الاسبوع، مفيده، ما فيها اي ضرر اذا سويتها بالطريقه الصحيحه. يعني انا دائما اسويها، بس انه الحين عشان قاعد اصور كذا اخذت وقتي. ولا هي ما تاخذ، يعني تحطها عند المغسله، لا صحيت وغسلت وجهك، استخدمها طخ طخ دقيقتين وانت مغلق، امورك طيبه، حتى سموعك تنفتح. وزي ما قلت انا مو بالضروري انك تستخدم تشتري نفس هذه، هذه تنباع على الامازون اتوقع ب 30 دولار شيء زي كذا. اه تجيكم مقلوبة دحين، اوديها الكاميرا الثانية. فتنباع، احط لكم صورتها، تنباع في حدود 30 25 دولار على امازون، تيجي كاملة باكيج اللي هي البراد مع الملح مع الوش، وتستاهل. انا كنت استخدم براد عادي، انا كنت حتى جربت استخدم موية البحر في براد عادي معدن، ودخل عليه فيروس موية البحر فما وداه الى الMMS. المهم إذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة جدا مفيدة، حتى للأطفال. في مقاطع كثير مالية اليوتيوب تقدر تشوفوها للأطفال الصغار جدا تنفعهم. أغلب الأطفال تلقاه ماشي ناشف، النهار كله هو ماشي يسوي زي كذا من السموم اللي في جسمه تحاول تخرج، فهذه مفيدة جدا جدا له. جربوها، أتمنى لكم صحة دائمة. السلام عليكم.